خدم سيد مازوز يحيى عون متقاعد سيكاكي. وفي الحقيقه زعما كنشوف هذا الشيء اللي كيقوم به بوليزاريو زعما ماشي في المحل ديالو، وكندد بهذه العمليات اللي كيقوم بها، وكنحيي ان شاء الله الجيش المملكه المغربيه، وكنحيي صاحب الجلاله الملك محمد السادس ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله يكون الخير، وتكون هذا الشيء غير عاصفه عابره، ونتمنى له الخير. السلام عليكم. كنشكروا الصحاب ديال شوب تي في على هذه المبادره اللي قاموا بها هذا النهار، والمجهودات ديالهم على هذا الشيء ديال القوات المسلحه الملكيه اللي دارت المجهودات ديالها على هاد الناس ديال البوليزاريو اللي سحبوهم. وكنتمنوا ان شاء الله الشفاء العاجل لمحمد السادس نصره الله. وكنشكروا بزاف هاد الاجتهاد اللي دارته القوة، وحنايا ناشطين وفرحانين، واحد الفرحة راها فينا ما تعبرش كيفاش رحنا دايرين، لا حنا ولا حنا وليداتنا. وهذاك الشيء ان شاء الله كنطلبوا تعاود من جديد ان شاء الله، ويسحبوا علينا هاد البوليزاريو من الارض ديالنا ان شاء الله. وشكرا جزيلا، والى اللقاء ان شاء الله. السلام عليكم، معكم عائشه من وجده. كان نحيي الجيش الملكي اللي دار هذا التدخل ديالو على في الصحراء المغربيه، وكنحييهم بزاف، وكنحيي صاحب الجلاله على هذا القرار اللي دار، وكنطلبوا له العمر الطويل، وعاش الملك، وعاشت عاش المغرب، وعاشت الصحراء المغربيه، تبقى ان شاء الله ديما مغربيه، ونتمنوا ديما الصحراء ديالنا تكون ديالنا ان شاء الله بجهد الله والنبي رسول الله، وعاش الملك، ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله، وحنا له وراءه جنود مجندون مع صاحب الجلاله، ونصره الله صاحب الجلاله. والسلام عليكم.